بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور حمزة السيوف، اليوم حنبلش نتكلم في السلسلة القادمة عن الأوتيزم جايدلاينز، يعني شو هي الخطوط العريضة المنشورة من قبل الدول الغربية أو المجمعات العلمية لطب الأطفال بما يخص التوحد. حنعتمد أو حاعتمد أكثر ما أعتمد على توصيات الأمريكية اللي هي American Academy of Pediatric Guidelines اللي تم نشرها 2020، وكمان سوف نعتمد على ESCAP Guidelines اللي هي الجمعية الأوروبية للطب النفسي عند الأطفال. حناخذهم سكشن سكشن وحنتكلم عنهم ونشوف نشوف شو هي آخر معلومات طبية وتوصيات عالمية للتوحد. الهدف من المعلومة هاي انه احنا ان شاء الله نزيد الوعي عند الاهالي، وبنفس الوقت احنا كاطباء نذكر انفسنا بشو الاشياء اللي انتشرت اخيرا، لانه مع الطب والشغل الضغط الشديد ممكن كثير من الاطباء او كثير من الممارسين ما يكون عندهم وقت يراجعوها. الان اول نقطة حنتكلم فيها انه اللي هي قامت بشرحها الإيسكاب الجايدلاينز تبعات الجمعية العلمية الأوروبية لطب الأعصاب عند الأطفال، إنه كيف تم إنشاء هاي الجايدلاينز. يعني أنا كيف بكتب جايدلاينز، كيف بعمل خطوط عريضة. فهم في بداية الأرتكل أو البحث شارحين إنه هم قاموا باختيار أحد الخبراء في التوحد، هو هنا دكتور اسمه جوان كوين فيونتيس، و 2015 و 2015 قرروا انه مع الدكتور هذا انهم يطوروا جايد لاينز علشان انه تكتب وتكون هاي الجايد لاينز مساعده للاطباء في تعاملهم مع مرضى التوحد ومرض التوحد. فبال 2018 قام الدكتور جي دوت اف، حنسميه جي اف، ومع طبيبين اخرين مساعدين له اي اتش وبي اتش، هذول طبعا كلهم خبراء في التوحد، قاموا بتجميع جميع المعلومات من 2017 ل 2020. هاي المعلومات اللي بتتكلم عن التوحد، واعتمدوا كثير كثير في المعلومات اللي حطوها في الجايد لاينز على التوصيات العالميه والجايد لاينز العالمية تبعات مثلا أمريكا، بريطانيا، اسكتلندا، اسبين، أستراليا، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية اللي تم نشرها من بين 2017 و2020، وكانوا مركزين أكثر شيء على الأبحاث اللي انتشرت في الدول الأوروبية، وبعدين قاموا بتطوير هاي الجايد لاينز ونشروها 2020. وهون حكوا بشكل صريح انه الهدف من الجايد لاينز انه احنا نقوم بنشر هالمعلومات علشان الاطباء والممارسين في مجال التوحد، عشان نساعدهم انه في الاستخدام او استخدام التدخلات سواء كان دوائيه او غير دوائيه بشكل يكون مبني على علم اكثر. ولم يكن الهدف منها انه احنا نوصي بشيء عن الاخر. اوكي، يعني تقرير واضح، تقرير جميل، والهدف من وراءه واضح. يعني انا وجود الجايد لاين بيساعدني، ولكن ما يحتم علي اني اتبع كل شيء فيه، لانه كونك انت كلينيكال براكتيشنر بتحاول قدر المستطاع انك تستخدم مع الجايد لاينز اللي هي خبرتك العلميه وتجاربك العلميه. الآن ننتقل إلى التوصيات الجايد لاينز الأمريكية. يبلشوا فيها بمقدمة يحكوا إنه نسبة التوحد الآن البريفالنس 1.7%، يعني من كل طفل، من كل 59 طفل في عندك طفل توحد. والآن بما إنه التوحد أصبح شائع جدا، أصبح بالإمكان إنه تشخصه بعمر 18 شهر فما فوق، وهذا بيساعد انك بتدخل العلاجات والانترفينشن او التدريب مبكرا. اكثر من 5 ملايين طفل في امريكا او بالغين يعانوا من التوحد، وهي نفس النسبه اللي حكيناها قبل.
ويتكلموا كمان انه في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015 كان عبء تكلفة التوحد والمصابين بالتوحد 268 بليون، يعني 268 مليار دولار على الدولة، وهذا أكثر مما ما يكلفه الجلطات الدماغية والضغط اللي هما شائعات جدا مجتمعتين. وبيحكوا لك إنه الطفل من أول تشخيصه اللايف تايم، يعني يتوقع عمره كله هيكلف من 1.4 to 2.4 مليون الحد من أول ما يولد إلى أن يموت طفل التوحد، ممكن يكلف من 1.4 to 2.4 مليون حسب إحصائياته. الآن ال السبب الرئيسي حسب هو مو مشروح هنا لازدياد التوحد هو غير محدد بالضبط، ولكن يعتقد انه هاي الاسباب التالية اللي حذكرها هو سبب زيادة التوحد. التوحد يزداد فعلا حدوثه، فهو مرض العصر. ثانيا ازدياد التشخيص التوحد، ازدياد ادراك الناس للتوحد، ووجود علاجات او انترفينشن او علاجات، سواء كان مقصود فيها علاج وظيفي تخاطب سلوكي، ساعد برضو انه التوحد يتم تشخيصه اسرع. الان يزيدوا هنا بالمقدمه انه وجود التوحد بالولايات المتحده ونسبته تتوافق مع نسبته في الدول الغربيه كلها، وعادة الدول المتطورة يكون فيها نسبة التوحد أكثر من الدول غير المتطورة. ويذكر هون أنه الآن بالفترة الأخيرة صار حدوث التوحد تقريبا ثابت، يعني ما عم بيزيد حدوث التوحد كل سنة، على الرغم من أعداد الناس المصابين بالتوحد يزدادوا، لأنه الإنسيدنس هو حدوث التوحد كل سنة، البريفالنس هو تجمعهم. يعني لو كل سنة عندي 100,000 طفل عنده توحد، بعد 5 سنين يكون عندي 500,000 طفل عندهم توحد، ولكن حدوثه اللي هو الانسيدنس يكون 100,000 بالسنة. فتجمع الحالات، تجمع المرضى اللي هو البريفالنس عم بيزيد. طبعا احنا حنوقف هنا، ما راح نتكلم اكثر، وحننتقل بالحلقة السابقة بالحلقة عفوا القادمة إلى موضوع كيف إن شخص التوحد. طبعا هذا هيكون سريع الموضوع، لأنه التشخيص يعني أموره واضحة، وبعدين ننتقل حسب ما التوصيات العالمية الأمريكية تحكي لنا، وحيكون لنا وقفة طويلة جدا جدا مع السكشن تبع الأدوية والعلاجات وكيف ممكن يساعد طفل التوحد، لأنه التشخيص الآن ما أصبح مشكلة، الأمور كلها واضحة، طريقة العلاج هي المشكلة، استخدام الأدوية هي المشكلة، عدم وجود حل للتوحد هي مشكلة. بس احنا حنمشي حسب تقسيمات الجايدلاينز بحيث أن يكون عندنا الوعي مبني على آخر جايدلاينز أكثر. يعطيكم ألف عافية، نراكم إن شاء الله بحلقة قادمة وليس سابقة. يعطيكم ألف عافية.